الكلام المشروع ان احنا نطلع دلوقتي فورا الى ملعب مختار التتش في النادي الاهلي علشان نشوف مع الزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى ملعب التمرين حاله الفريق النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، تحياتي ليك والباشمهندس عادل ولكل مشاهدي وقناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل جمهور النادي الاهلي بخير وطيب. كل سنه وانت طيب يا محمد. يا ريت تحط التمرين خلص ولا لسه شغال؟ في البدايه خلينا ناخد من كلام حضراتكم، يمكن كل الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه في البدايه هو ده كان يعني زي ما بنقول موضوع المحاضره اللي ابتدى بيها مران النادي الاهلي اللي ابتدى في تمام العشرة الا ربع. مستر موسيماني اتكلم في كل النقط اللي اتكلمتوا فيها حضراتكم، ان خلاص صفحه دوري ابطال افريقيا بتقفل مؤقتا بعد طبعا ما خلاص حققنا الهدف المنشود وصعدنا لدور الثمانيه. زي ما الباشمهندس علي كان بيقول في المقدمه، النادي الاهلي اخر بطولتين وده الكلام اللي قاله مستر موسيماني. النادي الاهلي كان صاعد ثاني مجموعته ومع ذلك الحمد لله قدر انه يحظى باللقب لعامين متتاليين، ان شاء الله ده كمان يحقق السنه دي ويبقى انجاز غير مسبوق والحصول على النسخه الثالثه على التوالي باذن الله. يمكن مستر موسيماني في المحاضره اللي سبقت المران اتكلم مع اللاعبين ان خلاص بنغلق ملف دوري ابطال افريقيا، عندنا ثلاث مباريات متتاليه وبشكل مضغوط جدا، يمكن ده كان سبب ان هو ادى راحه ثمان ايام قبل الاجازه، وده كان يمكن مسار انتقاد من ناس كتير ولكن ده كان في محله خاصه مع ضغط الملف زي ما قلت يا استاذ ابراهيم، ان في يعني تسع مباريات مباراه لعبت وفاضل ثمانيه. كان النادي الاهلي ان شاء الله ده التمرين الاساسي، يعني برغم ان كان يعني بالامس لسه انتهاء مباراه الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا ولكن النهارده هو التمرين الاساسي لمباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله المقرر لها 9:30 على استاد الاهلي والسلام مساء الاربعاء المقبل باذن الله. من بعدها كمان مباراه المصري يوم السبت في استاد الاسكندريه، ومن بعدها كمان الشرقيه للدخان هنا في القاهره. ثلاث مباريات طبعا هيبقى يعني حاسمين بشكل كبير جدا في مباراه الدوري، خاصه ان الاهلي على الصداره. يمكن مستر موسيماني اتكلم مع اللاعبين، عايزين نركز في ثلاث مباريات ناخدهم كل مباراه على حده، نحقق نتيجه ايجابيه وتحقيق ثلاث نقاط عشان مشوار الدوري ما يتاثرش زي ما حصل الموسم اللي فات واللاعبين تاثروا شويه بضغط المباريات ومشوار افريقيا. يمكن اللاعبين كلهم ظهروا بحاله اكثر من رائعه، كل اللاعبين موجودين في التمرين النهارده باستثناء صلاح محسن اللي بيستكمل برنامجه العلاجي والتاهيلي بعد الجراحه اللي خضع عليها منذ شهرين. كمان محمد هاني يمكن اكتفى بالجري حوالين الملعب النهارده. في اللحظات اللي بيتكلمين فيها استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي التمرين شغال، يمكن التمرين ابتدى زي ما قلت حضرتك الساعه 10 الا ربع، ينتظر ان شاء الله انتهائه في 11 والربع. ان شاء الله يعني يكون كل جهود الجهاز الفني واللاعبين ودعوات جمهور النادي الاهلي معاهم ان شاء الله بتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، بدايه من مباراه الاتحاد يوم الاربعاء ومن بعدها مباراه المصري ثم مباراه الشرقيه للدخان. زي ما اتكلمتوا حضراتكم كمان ان في حاله ترقب هنا داخل فرع النادي الاهلي بالجزيره لقرعه دوري ابطال افريقيا او دوري الثمانيه بالتحديد غدا ان شاء الله اللي هتقرا في مقر الاتحاد الافريقي في الثالثه عصرا. ان شاء الله ايا كان منافس النادي الاهلي كلنا تفاؤل وكلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله يعني والمحافظه على اللقب العام الثالث على التوالي في انجاز غير مسبوق لم يحققه سوى النادي الاهلي. كلمه ليك متفضل. محمد عبد المنعم شارك النهارده في التمرين ولا الجهاز ريحه؟ عبد المنعم بيجري بس بعض التمرينات الخفيفه استاذ ابراهيم طبعا عشان عدم الاحتكاك طبعا بعد اجراء الجراحه في الانف، فحتى هو مرتدي واقي الجهاز الطبي يعني تم استخدامه من الخارج وبيتمرن بيه طوال الايام اللي فاتت. طبعا بيشارك في جميع التمرينات عدا التمرينات الجماعيه او التمرينات اللي فيها احتكاك بالكره، وطبعا ده يعني محافظه على اللعب خاصه زي ما حضرتك عارف الفتره اللي جايه فيها مباريات هامه كتير جدا سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا، فالجهاز الفني يعني فضل عدم الاستعجال او مشاركه اللاعبين او مشاركه اللاعب في تمرينات جماعيه تؤدي لخطوره او يمكن الحصول مضاعفات في العمليه اللي اجراها بالانف. باذن الله عبد المنعم موجود خلال الفتره القادمه مع النادي، ولكن الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني فضلوا عدم دخوله التمرينات الجماعيه مؤقتا لحين الاطمئنان بشكل كبير جدا وبنسبه 100% انه قادر على المشاركه في التدريبات الجماعيه ومن بعدها المباراه باذن الله. محمد هاني شارك في التمرين؟ لا، محمد هاني وصلاح محسن بس بيجروا عمليات يعني زي ما بيقولوا بيمارسوا يعني بيواصلوا عمليه التاهيل. صلاح محسن طبعا مع الجهاز الفني يمكن اطمنا منه من الدكتور احمد ابو عبله على حاله صلاح محسن، قال ان الحمد لله المعدلات اكثر من رائعه واكثر كمان من اللي كان معد ليها مسبقا، بيقدم برنامجه بشكل اكثر من رائع وان شاء الله قريبا يعني بكثير 10 ايام هيكون تحت امر الجهاز الفني ويجهز من الناحيه الطبيه. محمد هاني يمكن برده الجهاز الفني فضل النهارده ان هو يجري بس حوالين الملعب ويكون برده جاهز بنسبه 100% قبل المشاركه في التمرينات. يمكن كمان اللي مساعد الجهاز الفني على كده الحاله اللي ظهر بيها كريم فؤاد خلال المباراه السابقه، فده مخلي الجهاز الفني يعني مش عاوز يستعجل لان الفتره الجايه زي ما حضرتك بتقول 8 مباريات في اقل من شهر، فده هيبقى ضغط كبير جدا على اللاعبين. ففي اتجاه داخل الجهاز الفني والطبي في النادي الاهلي عدم الاستعجال او مشاركه اي لاعب الا وهو جاهز 100% للدخول في مباراة عشان ما يكونش في خساره في يعني زي ما بنقول في الامد القريب، وان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي قريبا جدا يكون الفريق خالي من الاصابات ويكون السكواد بتاع الفريق كامل بنسبه 100%. تمام يا محمد، شكرا جزيلا ليك
واطلعتنا على كل تفاصيل التمرين، وكل التوفيق ان شاء الله للفريق. شكرا للزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى ملعب مختار التتش. الحاله واضح ان الحمد لله الصفوف كلها كويسه. ما هو انت عندك الاصابات اللي هي ناقيها. وانا مبسوط من الاتجاه ان لا ما تدفعش بحد اللي زخف بقى خالص، وهيجي لك في توقيت انت عايز تريح فيه حد تاني. فكويس يعني ظهور برضو كريم في الباك رايت بالشكل الطيب ده يخلينا برضو ما نستعجلش على الهاني، لان في توقيتات مهمه جدا هتحتاج لعمليه التدوير بشكل سليم. ده كلام مهم جدا يا جماعه، لانه ضغط المباريات وان انت تلعب هذا العدد من المباريات في فتره زمنيه قصيره يخلي مستر بيتش موسيماني محتاج يستخدم كل الادوات المتاحه. كويس قوي امبارح ياخد كريم فؤاد فيبان بشكل هايل جدا، في بقيه العناصر هتلاقوا نفس توزيع المجهود على بقيه اللاعبين. فنتمنى ان شاء الله اللي ياخد فرصه يثبت ان هو فعلا عند هذا القدر من المسؤوليه. دي كانت اطلاله اخباريه سريعه.